الفضيحة الجاية اللي راح ناكلها. نتيجة الفضيحة الجاية كم؟ كلنا 8-2 من بايرن ميونخ، من بايرن ميونخ، من بايرن ميونخ اللي كنا ندمرهم ومدريد يدمرهم والفرقة تدمرهم. كلنا من 8-2 لا تقول لي حرف، كلنا منهم الفريق صفرين. تخيلوا معاي تلعب أربعة وسط، ميدان روبرتو ديونج بش اسمه ذاك ديونج، يعني أربعة وسط، إحنا أربعة وسط، أربعة أربعة اثنين، هم اثنين تياغو كارسكا ذبحوهم قتلوهم اكتسحوهم قتلوهم. أنا قاعد أفكر الفضيحة الثانية كم كم النتيجة، يعني عيال قولوا لي كتبوا تابلكم كم كم الفضيحة. هاي كلينا 4-1 لياب، 4-1 لهم، كم نتيجة؟ النتيجة هذه هي النتيجة. والله ما أدري شنو أحلل أنا ولا شنو أسولف. الواحد البرشلوني اللي كان نتيجة شذي ما يطلع لي يحلل، لكن والله أنا عشانكم، عشانكم الدعم اللي قاعد تقدموني أنا بفهم. هذا الفريق، هذا الفريق يا جماعة، ركزوا معي، هذا الفريق، هذا الفريق، هذا الفريق، ركز لي معاي، هذا الفريق ياكل من بايرن 8-2 ومن باريس 8-2. اليوم راح أحل المباراة، ممكن المقطع يوصل إلى 25 دقيقة، ممكن المقطع يكون طويل لأن التحليل مفصل بالتفاصيل. حتى نزلت بوست من إنستغرام قلت إذا بتكلم عن المباراة ما راح أخلص، ما راح أخلص، وعلى كل حال قلت له ما راح أخلص، ما راح أخلص، فلازم أخذ وقتي بالراحة. عندي مقطع أقدر أتكلم فيه مدة 30 دقيقة، أقدر أنزل مقطع أي مدة أبيها، لو ساعتين أي مدة أبيها، أنا حر. بس شنو؟ شنو؟ لازم أتعمق التفاصيل، لازم أدش بكل التفاصيل. المباراة مجنونة، مجنونة. لا إله إلا الله من الفريق. يا عيال انا ما ادري شنو راح احلل اليوم. محمد شنو راح تحلل اليوم؟ والله ما ادري، يمكن احللكم. عيال دايخ، بدي انام نومة عميقة يا شيخ، ما ابي اقوم بالنوم. محمد قاعد تضحك بلعان، بال 4-1. انا راح اقول لكم كل شيء، كل شيء عن هذه المباراه وشو الاشياء اللي صارت معاي داخل المباراه، وانا بطالعها يا جماعه الخير لاول مره في تاريخي رسميا وعلى وجه هذه البصمه. من اول ما انولد محمد، من اول ما انولد محمد، منذ 11 يمكن منذ 11 سنة، من أول ما انولد محمد وأنا لا أعرف بما لا أعرف ولا أهدي بما لا أهدي. يا جماعة الخير لما أنا قاعد طالع المباراة لما شفت مبابي سجل هدف الأول، لما شفت وصلت الدقيقة 40، حلوين وصلت الدقيقة 40، شنو سويت؟ سويت كذي يا عيال، سويت كذي عين على فريق ميسي زي هيك، واللي ميسي اللي يواجه ميسي أنا يقدر عليه، ميسي بابي، بابي فاز، بابي ميسي، ميسي يفوز، لأن أنا في نهاية المباراة. ميسي هذا تسأل أبا والشأة من شأة، دس ضعيف، بابي قوي.
شئت ما بيت، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا كي قاعد أقوله للدقيقة 40، ولما كان نتيجة 1-1 دقيقة 40 بالضبط قلت هذا الكلام، وهذه لأول مرة في حياتي رسميا مثل ما قلت لكم منذ 11 عام، منذ 11 عام أقول هذه الكلمة وأشاهد بابي يسوي شيء كذي أمام دست الأمريكي. خلاص 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 ما بقول، مو أول مرة أشوفه كذي، يعني ولاعب صغير تحت الضغوطات كذي، تحت الضغوطات يعني بسلط عليه الدور، أنت اليوم لازم تسوي شيء، يعني ماردي ماريا غايبين، أنت اليوم عليه، ولاعب صغير بعمر 21 لاعب كذي فرنسي، جماعة الخير سوي شيء موهوب، لاعب كبير ومعاه لاعبين اللي هو ميسي، يعني معاه شوي ديمبلي غريزمان، لا ديمبلي بالمرة معاه غريزمان، معاه بدري لاعب كبير وعليه الدور، يعني ما يقدر يسوي شيء، سجلنا حط جول حلو، لكن مع الخير اللاعب نفسه مبابي انجن بسبب ما نأثر. المهم يا شباب ما نطول بالموضوع، خلينا ندش على التحليل، خلينا ندش على المباراة والتحليل وشو ليش صارت، خلينا ندش بالتفاصيل. بدأت المباراة بتشكيلة برشلونة 4-4-3-3، شتيجن بيكي لونجلي خطأ، انت بجد المباراة تلعب لي بيكي لونجلي خطأ صح، خطأ صح، لا صح يا جماعة، اللي بيقول خطأ اللي بيقول صح اللي بيقول صح يا جماعة صح صح صح، لازم تتخلب لاعبين عندهم خبرة شوي نوعا ما بدور الأبطال، تخلي بنجيزة لا جيزة نزلة أوكي، بيصير جيمي داست لمية الخطأ، بيصير جيمي داست ما عنده خبرة بالأبطال، وانت لازم تنزل لاعب خبرة بالأبطال، ما له دخل يا محمد، ما له دخل، ما له دخل، شفت ايش سوى داست على أرضية الميدان، هذا ليش قلت لكم، هذا ليش قاعد أقول لكم داست ما يلعب جيمي الأبطال، والله لما شفت التشكيلة والله قاعد أحلف، يعني الشيء اللي يعني ما استانس فيه دست والله مش التشكيلة، لأن أدري 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 ما عنده خبرة، وجيت مبابي عشان كذي حسيت من داخلي كذي 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 بدأت أنزل كذي بدأت أنزل، ليش مو يمه من هذا الوحش كذي، يعني بابي هذا وحش، هذا شفته بالمباراة بألبا، ألبا عنده خبرة، بدري بدري ما تلعب، بدري ما تلعب صفر، ما تلعب بدري بدري ما يلعب بجي المباراة، لعب لي بيانيتش، من أول ما دخل بيانيتش ما عليه ولا خطأ، ما عليه ولا خطأ، ما عليه ولا خطأ، بدري سوى اللي عليه واستبد من اللي سواه، لكن مرة ثانية لازم تعتمد على بيانيتش، بيانيتش بوسكيتس ديونج، بس بوسكيتس لا لا الله الله، لو عندنا لاعب عنده بخبرة دور الأبطال، ما عندنا لاعب خبرة دور الأبطال، لازم نلعب بوسكيتس هالجلطة، بجلطة جلطة بوسكيتس، خلاص سكن عدل، العب باص، العب باص نفس العالم والناس، العب باص، مين على بقالين ويلف، نحن داخلين مباراة قوية، بحيث مباراة سان جيرمان، فريق يلعب على طاري، وأنت قاعد تنام على الكورة، العب باص خلاص، خلاص، فكنا من وراء أوقاتك كذي. متى ما اجزاء النساء اللي كانوا عند اصحابكم كنتوا تقدمون هذه الاشياء، تسكنون الكره تنامون عليهم براحتكم، انت الحين ما يعني مو حقك، مو حقك تسوي كذي بالكره تضيع علينا ماتش، يعني مثل كذي ماتش مثل كذي ما يضيع علينا كذي، بوسكيتس كان يسوي مباراه، بوسكيتس السبب، هي بوسكيتس السبب، سجلنا تسوون سبب الخساره، جماعه خلينا نقول مبابي مرعب، رعب الفضاء المتزلزل، مبابي 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 كل الصحف والسوشيال ميديا مبابي 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 ما سوى شيء، تدري شنو السبب اللي سوى اللي خلى مبابي يسجل هاتريك، تدري شنو السبب مبابي اللي خلى يسوي هاتريك، اللي ساعده واللي خلوه منو منو سجلنا ديست بيكي بوسكيتس لاعبين فريق خصم مبابي ساعده، لعبه ضعيف، لاعبين سيئين، مبابي مسح فيهم الأرض، مسح فيهم الأرض، قواهم من أيامهم، قواهم من نومهم، وصحاهم من قواهم، كل شيء، كل شيء سوى فيهم، مبابي لعب فيهم، تعرفون لما أنت الحين تلعب البلاي ستيشن، تعرفون لما تلعب شيء بالبلاي ستيشن، تعرفون أنت تلعب باللاعبين صح؟ تلعب باللاعبين، ترى هذه ديسكرا في اليوتيوب، أوكي؟ إيش تسوي عليها إعلان يا محمد؟ يده تسوي عليها إعلان، دقيقة.
لما تلعب انت بتتحكم باللاعبين اللي بتلعب فيهم، انت بتتحكم فيهم. امبابي شنو يسوي؟ تحكم بسيرجيو ديست وبوسكيتس وبيكي، تحكم فيهم، تحكم فيهم، نومهم ومسدحهم وراوغهم، سوى فيهم كل شيء. هو تحكم فيهم، عند اليد انت روح مني، انت طيح على الارض، انت سوي زحلك، خليني امر. شي تحكم فيهم، تحكم فيهم. ليش تحكم فيهم؟ لانه ضعاف ضعيفين ضعيفين. يا جماعة الخير ليه الدرجة؟ والله اشرف لو تلعب لي من جيزة، من جيزة داخل امبابي ما شم شيء، امبابي ما شم فرصة خطيرة. من اللي شفته بعيني على وجهي هذه البسطة وعلى وجهي ارضية الميدان في كابلو، والله ما شفت شيء اذا اسوي امبابي، والله ما شفت شيء. قولي امبابي لعب قوي اوكي على عيني وراسي، بس المستوى اللي سواه ما يسوي، ما يسوي. ليش؟ لان الخصوم اللي يلعب ضدهم مو نفس مستوى هذيلة، سيرجيو ديست، بيكي، بوسكيتس. انا زعلان من شنو؟ زعلان ان 8-2 بقرات مقدسه وراح نشيل ونغير بالاداره والمدرب وبقرات مقدسه واللاعبين كذي. يا ابني بقرات مقدسه، بوسكيت، روبرتو، بيكي، للحين هم هذا خلاص خاتيره. تقول لي موسي خاتيره، بس هذا نجم، هذا غير، هذا غير، هذا غير، هذا غير. ميسي لاعب قوي ونجم، اقوى لاعب في العالم تقريبا، اذا مو لا يعني لاعب قوي. اما بوسكيتس قوي، روبرتو قوي، بس مو ميسي. ميسي ميسي ختير، بس خي ما تقول لي يا كذي من برا، يعني تحترمه. ميسي 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 ميسي، شئت من شئت وابى من ابى، اي شيء ميسي هو ميسي. ميسي لا كلمته بالمرة باليوم يعني بالمباراة. ميسي كان بيومه ضد ألفيس، شفت السوى. ميسي كان بيومه ضد ألفيس، شفت السوى. يعني بالأيام لا تستبعد، لا تستبعد يرجع برشلونة. لا تقول لي ميسي راح يلعب ضد 11، يعني يلعب ضد 11، هذا شيء جدا غلط وإن شاء الله ما يصير. لكن عادي ترى إذا صار عادي نتأهل، لأن شفته بالمباراة، شفته ضد ألفيس، شفته شو صار، شفته شو صار، شفته شو صار. ما تخيل بوسكيتس مراضي يستلم كرة، لأن هذين اللي يلعبون تحت ضغط عالي، وبوسكيتس ما عنده هذا الرتم وهذا العمر وهذا بطء، ما عنده هذا الشيء. جماعة في لقطة أنا نزلتها عندي انستغرام ستوري، البي كي قاعد يسحب مباب من بلوس لشي صاحبة من ورا شي صاحبة صاحبة، قد ما هو سريع، قد ما هو سريع مو قادر عليه لأنك ضعيف ضعيف. إنه أنا لحقة لحقة، إيه لحقة، إيه لحقة، تضحك يا الحق، تضحك يضحك 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 يضحك. بيكي سبعة 54، بوسكيت سبعة 82، دستر 87، مبابي سبعة 96. هذا هذيل ضعاف، ما عندهم سرعة، ضعاف. لاعب صغير وانت يا سيرجيو ديست صغير، ليش ما تكون مثل سرعة مبابي؟ ليش ما تكون مثل سرعة مبابي؟ ليش اليوم ما كان بيومه ولا كان بالفورم؟ مع كل هذا سجل هدف، سجل هدف، مع كل هذا سجل هدف. شوف ميسي ما كان بالفورم ويسجل هدف، قد ما ميسي قوي، ميسي قوي، ولكن متى عرضية الميدان؟ شاب من أبى. غريزمان شنو يوم شلنا دوره وأكثر، يعني ما يتحرك وايد، يعني أكثر على الجهة اليسار، أكثر على الجهة اليسار. غريزمان كان ممتاز. ديمبلي يا جماعة، ترينكاو قسما بالله العظيم أفضل، أشرف من ديمبلي. ديمبلي ضيع لنا فرصة ولا بالحلام، وراح نندم عليه. هناك جم راح نفوز، راح نفوز بالنتيجة، باقي لنا جول واحد ونتأهل. هذا الجول راح نندم عليه لأن ديمبلي ضيعه في الذهاب. ديمبلي ضيعه، نفس ما صار بليفربول. ميسي أعطاه فرصة بالنهاية، نفس ما صار. ليش كان يدي شوت ويسجلها؟ أعطاه إياها باص. برتغالة قشر له إياها، قال هاك أكلها. هو ما كلاه، ما سجلها. كلاه يعني خي سجلها، ما سجلها. ما سجلها، ما سجلها. ديونغ اليوم كان ممتاز، حلو، هذا اللي يقدر يتحمل رتم. بوسكيت لعب خلاص، ذيك البوت شفت لما دش رتم بيانيتش اللي يكونون يقدمونه، مع ان ريك ما عنده خبره بدور الابطال، بدري مثل ما قلت لكم ما عنده خبره بدور الابطال، وانا اقول لي ما عنده خبره بدور الابطال المفروض ما يلعب. لعبوا وصدموني، صدموني، هذا اللي اقول لكم. ليش الكبار برا، الكبار برا، مهما يكون رونالدو الحين تبيه برا، ابراهيموفيتش برا، لا
بس من هذين اللاعبين اللي قلت لكم بقرارات مقدسة، روبرتو وبيكي وبوسكيت، هذين برا، وكل برشلونة يتفق، وكل برشلونة يتفق. أي برشلونة قاعد يشاهد هالمقطع تعال اكتب لي تحت بالكومنتات، راح أفتح الكومنتات، اكتب لي تحت بالكومنتات صح كلامي، صح كلامي، صح ودي كذا اللي يروحون، صح ودي كذا اللي يروحون. أنا راح أقول لكم الرأي، فريق باريس سان جيرمان جدا ممتاز، واللاعب النجم المباراة هو مبابي وراه ميسي، لكن من باريس سان جيرمان مبابي وراه منو؟ هذا اللاعب لازم تيجي نسوي له مقطع كامل تفصل عليه. فيراتي، فيراتي عمره 26 سنة بيقدم أداء كنا يعني شعرني بنشته جد. احنا جد دست معدومه، شطب شطب اليوم، كورزاوا وفيراتي ومبابي يمشون فيهم، وهذول دستي طالع يقول ايه مبابي شو يسوي فيني، سلم على الشهداء اللي معك، سلم على الشهداء اللي معك. هم بوسكيتس لو شفت بدراجه قاري قاري يروح، هذا ما يلحق مبابي، ما يلحق مبابي. هذاك اللاعب طالع الفرق، طالع الفرق، هذاك جسمه زين، لاعب قوي، طالع بوسكت صفر صفر صفر. كما تشاهدون على المقطع مونتاج وايد حلو، يعني المقطع حيل طويل، يعني ما يمكن اقعد تقريبا فوق اليوم امنتج عليه، هذا شيء ما اقدر عليه، راح اروح فيه بلاش منتج ثلاث ايام كذي، يعني ما ادري، بس انا ما اتحمل كذي مونتاج. اشتيجن وبدري معظم نجمين بالمباراة، يعني أول واحد ميسي وراء بدري أخ واحد اشتيجن، اشتيجن جوني يا جماعة، لا يمكن اشتيجن الثاني أخ واحد بدري، ليش يا جماعة؟ ليش يا جماعة؟ اشتيجن حافظ على شرف الفريق، كنا ممكن نبلع 6 و7 و8 و9، اشتيجن حافظ على الشرف، فرصة اللي ضايعها ميوسكي اللي رفع ايده اشتيجن وسدها، هذه فرصة المفروض 5، فرصة اللي تصدلها تصداها من مبابي، فرصة اللي شاتها من مويسكين، في فرصة من شاتها بعد ثانية ترى من يمكن تطلع سكور المات 7-1. شتيجن حافظ على شرف الفريق، كمان اول ما حط جول تحب يس، طب تعدل الدفاع، حتى الدفاع الهجوم حلو، الهجوم حلو، الوسط حلو، بس بوسكيتس والدفاع كامل الا قلبه. لانجلي بيكي دست بوسكيتس شاطر برا النادي، برا لو انا منهم امسكهم اعويهم اكسرهم 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 اكسرهم، خلاص انتوا لاعبين بس كبرتوا، خلاص انتوا طلعوا قدموا اشتغال خلتكم من الفريق، ناس ما بارتيمين سوى بعد ما عذب الفريق، والحين قاعد تعذبون الفريق، لا تكملون تعذيب بعدين تطلعون، طلعوا الحين خلاص خلاص، حافظوا على شرفكم، اللاعبين قاعد يبهذلونكم، مبابي دوني مار هذا كذي، ودوني مار ودي ماريا ودي مار موجودين. الشباب حبيت اني المقطع منين، انه والله يعني ما كان لي نفسي اني اكمل. اتمنى يعجبكم المقطع اليوم، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، اشوف ما يتعفكر مكان، بس الحين طلت عليكم، مع السلامة، عرفوا بوك جميل.